بدنا نعمل كنترول سيستم اناليسيس تطلع على الفولز حتى تشوف كيف كنت تعمل لو بدك تعمل روت لوكس مثلا. عندنا احنا هون في عندي دي سي موتور، دي سي موتور الموديل تبعه راح يعطيني راح يعطيني في بول راح يجيني من الاندكتنس والريزيستنس تبع الارمتشر. مضبوط، هذول هم الرئيسيات اللي راح يجوني هون من المحرك. في عندي هون بالروتيشنال بلوك اللي موجود هون اللي هو راح يعطيني كمان بلوك في اي اس بلس بي، هذا راح يجيني بول من هون وهذا راح يجيني بول ال اس بيطلع زائد ار اي. انا مش متاكد الارقام بالضبط بس هاي فكره البول. في بول راح يجيني من هون. مين المور دوميننت بهذول الاثنين؟ ميكانيكال هذا اكبر بكثير كتايم كونستانت واصغر بكثير كبول. مين اللي اقرب للاوريجن؟ مين اللي اقرب للجي اوميجا اكسس؟ مش احنا بدنا نحط البولز هذول على ال قريت الفتهم. عندي هون جي اوميجا سيجما، جي اوميجا هذا ريل وهذا ايماجينري. عندي هلا هون هذا راح يعطيني بول اللي هو بيطلع البول قد ايش قيمته؟ بي على اي، التايم كونستانت اي على بي، هذا بي على اي، فهذا راح يكون بي على اي. هذا البول اللي جاي من مين؟ وهذا هو الدوميننت. كل البرفورمنس تبع السيستم راح يكون معتمد على هذا البول. راح يجيني بول من هون، ايش راح تكون قيمته؟ راح يكون ار اي على ال ماينس ار اي على ال، هاي ماينس. والبول الاخير راح يجينا من الكنترول او الزيرو، وفي انتجريتر راح يجينا من البي اي. مضبوط، وين راح يكون؟ واللي هو هذا جاي من البي اي كنترولر او من الاي تيرم، وراح يجيني كمان زيرو مش هيك؟ مضبوط، والزيرو ايش كانت قيمته؟ كان بيعتمد بيعتمد على تي اي. مضبوط، بس حتى كان واحد على تي اي تي اي وعلى ال ال لا الكي بي مشترك مضروب فيهم كلهم ماينس واحد، اظن ماينس واحد على تي اي، تاكد بيطلع معي الزيرو. فصار عندي 3 بولز و1 زيرو. في بولز ثانيه هلا الباقي احنا افترضناه كله كي. اذا بدنا نكون دقيقين ممكن تيجي تقول لي انا في عندي هاي مثلا الدرايف سيستم والبريدج هذا في ديلي مثلا وفي له تايم كونستنت، بس انا اهملتهم اعتبرتهم انهم بعاد كثير من هون. هلا هدول حسب الموقع الريلاتيف بوزيشن تبعهم تقدر تعمل اناليسيس كامل للسيستم. ايش راح يصير في هذا الروت لوكس لما بغير مين هلا؟ مين راح اغيره حتى يتحرك الروت لوكس؟ كي كي الكي وين كانت كي محطوطه؟ هي كنترول في داخل هذا مش في كي بي؟ راح يصير اغيرها بغير البرفورمنس تبع السيستم. هلا هو فعليا لاني ما بدخل عليه ستيب ما ببين عندي كثير، هذا شو بدخل عليه انا فعليا؟ عم بدخل ويف فورم زي هيك مضبوط؟ بس احيانا من ناحيه واقعيه بتشوف السيستم بيعمل شيء زي هيك رغم انها مش ستيب. شايفين ال حتى اخفف منه شو بدي ازيد؟ بزيد الدامبنج تبعت السيستم. هلا هون اذا بتطلعوا هذا كيف راح يتحرك السيستم الروت لوكس تبعه؟ اظن راح يجوا عندي هذول التو بولز يقتربوا من بعض، اظن انا مش متاكد، تحركوا بهذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه وهذا البول راح يروح على هذا الاتجاه. مضبوط؟ وهلا بامكانك وين كي بتحطها؟ مين الدوميننت بولز هلا؟ اللود اللود والانتجريتر طبعا واللود. فهون ضل هذا دوميننت وهذول الاثنين حسب طبعا مكانهم الموجودين وكانت تعمل اناليسيس حسب قديش قدرت تحط كي في هلا من هون موجوده راح يتحرك عم بتغير الدامبنج. مضبوط؟ طب ليش قلت انه هذول الاثنين دوميننت بولز؟ اكثر شيء اوكي اطفي يا اصدقائي.